بيخرج بالتدريج من دم اتصاب حنين مغلوط. ادمان الوهم ده وهم جديد متفصل لينا تمام مظبوط. ما هو لو ادمانك كان كيمياء فيجوز يتعالج في مصحة الحاحك انك تنساها وكبر ادمانك اتنحى ويسيب امراض تانية بتكبر علشان توصل كرسي السلطان وتسيطر من تاني وتكسر وتعيش وتعيد نفس الغلطة. لسه بيحرك فعسكره بحكمة اللعبة هي بانت واتكشفت أوهامك تاهت وقلتها المشهد تاني بيتكرر هتفوت ومختار قرر الفرصة هي جت واتأخر السم ده علقم ومسكر تمثال قلبه اللي اتحجر حساس ومشاعره بتتأجر انداس لأ هو اللي استخسر كان ممكن مرضه يكون أخطر فخلصت القول علشان تقدر تتعالج من وهم الإدمان لازم تقتنع إنك إنسان وإنك مش شرط إنك تنسى فيا تهرب من وهم الإدمان يتعيش محبوس جوا اللعبة.